شو بده كمير؟ ما تحترف. افا جربت القرص مع الشاي؟ حلو. ها؟ هذه مرت علينا ظروف حتى التراب جربنا معها. والله انا مرت علي ايام اقسم بالله يا متاخر مره امانه يا صوت التراب في سوني امانه متاخر مره انت مره اكلت تراب والله ضعني قبل 4 سنوات انت ما اكلها ولا احد منك الكيه لا اكلته برضاي برضاي انت غاص صح؟ لا برضاي خليت تراب انت ماكل تراب ماكل انا ادري انك كلت ولا غصب انت تراب ماكل ماكل والله يا تراب بدي خشم خشم انا والله برضاي والله والله انا برضاي خشم والله خشم مو خشم خشم الذيب استغفر الله قلت انت تراب يعني ما انا ما قد اكلت تراب والله ما ادري حلو يعني الحمد لله زين هواء احنا قاعد ناكل هواء ناكل من وخذ لو احنا لو احنا ما ناكل هواء ما عشنا دقيقه في هواء وفي هواء انت اي هواء اكلت والله نسعد بيض كل هواء احنا المفروض تاكل هواء ضب عندي عين تاكل هواء لا يمكن مقصد ثاني زين سؤال ثاني فلان هب ريح فسر لي هب ريح ايش معناه هب ريح يعني مثل الريح يعني الحين هذا الهواء كيف كيف هذا يستاهل هب ريح مدح لو جاك ادري انها مدح الحين الهواء لا جاك الحين جاك هواء هواء شلون مثل ايش؟ تركز فيه مثل الجعوز صدق والله الحين لو قالك تكلم بس بدون صوت ما من سؤال انا عن ابوه جد والله يحطها بوجهه جوالي جوالي قال يعني ابوك معنا عيون اذكر الله يا ولد تعال 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 كم فطورك يا قلبي تعال وانا كم فطور حركتني الله يحرق العين تعال والله اصب لك اطلق شاي يا ابو سالم انا هلا قريب ابو العيبك ابو العيبك بسم الله على العدو عيب 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 سيقان سيقان ابو العيبك سيقان يا رجع سيقان رجع عيب 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 انا اخوك حسست انهم ما قلتها وسيقان ما ايش؟ سيقان رجع عيرة الرجع من الركبة فوق من الركبة تحتني بعوض صح ولا لا؟ نعم. صح ولا لا؟ عيرة الرجع من الركبة فوق بذمك؟ بذمك وانا ما بين زويقات الزين يا رجال ما تبين هذا انا مروح اصلا ما وجهك ما ودك تبين خل عاد زويقات زويقاتي حسب ما تسوونها تدري لما اطلع سويقاتي ليش؟ يا رجال والله انها مغريه ما مع والله ما تغري الا يمكن الحميه طيب صحيح خلاص يا الحمير غير الحمير شيء شوف ابو سلطان انا بنشوفون مع النعل العب ابو سلطان لما اخو الانور لما ابو العبد ما افطرت لنا ما افطر ما افطر ما عاد انام ولا عاد جوالك معك فيلم مفتاح عليه ها؟ وش داخل؟ والله داخل اي راسل ام سلطان يا رجال واتساب الله يخليك ايش مرسل لها راكبين الحصان امس وعلى شيله ومرسل لها ام سلطان راكبين عليها امس ويضرب لها شاي مالدي والله ثقل والله يا ربي خليها خليك لها فري حالي في وقت فيك شيء والله في وقت تكفى يا ابو سلطان عندكم وقت عزرني دكتور لا والله مضيف مضيف لا 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 اجيب لها عندك؟ اي عطها تكفى لا لا والله ما تقول ليه والله ما تقول انسد رجع راقد لا لا وين راقد صاحب والله صاحب وين راقد ابو العبد كم جبت كلا شوف سلطان بالله وش شعورك لو انك حمار يا مسعود العلم ردها ان كان من العنوانية لكني حاشم من 8000 يا رجال 10400 وين العثمان اخو لانه ابو العبد من 10000 حقيقيين ولا شال؟ من؟ ما حولنا من المشترين يا ما حولنا من المشترين ما حولنا من المشترين
تبغى تدري انهم حقيقيين مو مشترى؟ ابين لك انهم حقيقيين مو مشترى. ابين لك دقيقه افا ابين لكم انهم ما شاء الله يا ابو دقيقه ابين لك انهم حقيقيين ما شاء الله سؤال ابين لك انهم حقيقيين دقيقه كم التكبيس 600 ايه لا والله وصلوا مليون مليون علموه ان التكبيس حقيقي شوف 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 700 شوف شوف 700 مليون 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 يلا مليون 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 عشان ما اقول وهمي بعد 11000 شوف شوف عشان ما اقول وهمي ما نبي احنا وهمي الله يرحم والديك شوف شوف الله يزيد اي ابعد يا ابوي شوف شوف يلا يا ابوي يوصل لك مليون في ثواني يلا ابعد ال 10 اذا ما وصل مليون سرحني مري 1 2 3 4 5 6 7 8 9 خلاص وصل مليون مليون 500 الى مليون في الثواني انا ايوه هذا رقم فلك رقم بسم الله الرحمن الرحيم ابو رعب 10000 عيون 12000 الله يزيدك يا ابن المشيط وتستاهل حضوركم يا عيال اسمعوا عيال ايش رايكم مسوينا ليه ما نشتري الحين 10 ويصير بث 22 ليه ما حد بقافطنا اقعد اسولف على وهمي تسولف على 12000 هذه بالربع انا ما دريت في وهمي من علمني مسعود الكويت يقول يا ولد هاجي فيها خمس ثواني آه وسلم في خمس ثواني خلى البث 20 من آه. هادي مره شرى 3000 زين وكل ابوه مهميين وسولف قاعد دخلت انا شكله قاعد حبراض دخلت انا الحال يا براضي يزقنا زقنا وسولف 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 نام خلص قلت له عندك من قال كله مهميين يقول لك كذا بوجه في البث اي والله زمان قاعد يزقنك زقنا يا هادي قاعد احش لنا قاعد علمني مسعود والله يقول والله يا ابا هادي شيء اني اصدم يقول احنا كذبه يقول طع طع يقول عين المهم من جوال العيال العيال يبتون يقول مين تحداني اقم بعم الدوري يقول مسعود يا تحس برديض يقول قام جالس في الزاويه هم ادري ايش قاعد في جوال هادي انت معه جواله تدري سوينا تدري بغيت اسوي جح تدرون يا الربع قسم بالله من قوه الضحك والمقالب فيه رابط عند هادي ومره مسعود باث تش يقول قلت تكفي يا هادي او كان عنده الظاهر 2000 4000 قلت تكفي يا هادي قلنا قلت ابيه 30000 الله يلعنك يا هادي ابيه هذا 30000 ابى اضحك ابى اضحك ابى اضحك سويتوها ما سوى الشرطه ابى اضحك بس كان فيه ناس يا ويلي والله الناس ترى عدو لك يجيب لك وهميين كذا عداوه لك هذا ما هي بعداوه والله بعضهم يعطيني عداوه مو عداوه خليه يشتري لي يا اخوان اللي يعرف يشتري لي الا بالتالي يشتري لي لا ما هو بزينه ترى اسوق على الناس اسوي نفسي انا اشوف مو بزينه والله الناس مو غيرهم شيء ولا هو يكرههم شيء يدرون ما انا قوي ما هو قوي تشتري لا بس نعم وبعدين شوف انا يوم اني اشتري انا اشوف مو بزينه العب على نفسي رد على الواضح واضح الله ما شفناه بالعقار والله نعرف من ليش تري ونعرف من وين. شو رايكم انتم يا اخوان؟ ما في راي الرجال دول شفتوه اللي تابعنا كلهم والله ما يغرهم شيء كلهم اذكر يدرون من اللي يشتري من اللي مو يشتري من اللي عنده متابعين من اللي ما عنده انا راضي بواحد. اي والله يا بت اني والله صوب الشر. ثلاث ايام سنين والله ايش الفطور؟ تكفى يا احمد لا تحرقني. لا هي صدق صدق مسعود انت وبهاج لا قبل لما اليوم ما عندي ولا ما سالت ما ادري سبقت مو كثر الدراسه عندي قمت استقبل السؤال قبل يجي اسلم وش الحاجه اللي ودها ترجع يعني لو طلبت منك حاجه قلت لك ترجعها بس ساعه واحده رتب الكلام صفه واعطيها اي لون بال صفر من قال لي انا صف الكلام حاجه تبيها ترجع بس ساعه وشاني بس ساعه اجار دباب ذا بس ساعه ساعه رتب كلامك اعطني اياه والله اني ما فهمت اي والله وش والله ما هاجش كل شيء كل شيء لا ساعه واحده رجع لي تلي كل شيء كل شيء ايه كل شيء لا لا مثلا لا حد قصدك اني ارجع يعني في شيء قد مر علي ارجع على الساعه اي ودك تزيها الساعه هذه وش ارجع على ساعه اي بس عشان تعدله يوم عشان اعدله ولا عشان اعيشه تعيشه وتعدله لي لا ابي انا ودي اعيشها ما عدله ما وش وش ما يتعدل مو ما يتعدل بس هو زين لها عدله وش
اعدل فيه موقفين. شوف 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 موقفه وش هو؟ في موقف ودي اعدله وموقف ودي اعيشه صح ولا لا؟ وش هو الموقف اللي ودي اعدله؟ ساعة يا ولد واحد من الريال. وش فيه؟ الله يسكن الجنة. سرى من عندي وسرى على حد، ودي انه ما سرى، ودي انه رقد. لا لا خلك كل من ال ها بس اقول هذا هو حتى انا تدري سؤالي شنو؟ وساعة وساعة ودي اعيدها زينة، بس اني يعني مثلا اني ودي اعيشها زينة. يوم حبيت الحجر مكة، حجر الكعبة حبيته. اي ما شاء الله دفوني والله يا دول انهم يضربوني باكستانيين، انهم يضربوني على وجهي ومقدم اقول والله يا ريحه انا الحين في خشمي. المسك عود العود دهن عود دهون عود. ودي اني بعد مره ثانيه اعيشها، بس اقدر اعيشها بس عالم زحمه هنا. ان شاء الله باذن الله في رمضان ذا اروح انا وياكم مكة في رمضان. ان الله اعطانا وياكم عمر، نبغينا ثلاث ايام في الساعة بيت الساعة. ما تلقى تكفى مثلا؟ ألا ألقى والله ما تلقى. طب الناس يجونك من الخليج كل يحجزون من شهر 7 ناخذ لنا غرفة في قبل الساعة تفتح على الكعبة. يوم واحد نقفل الجوالات. ايوه قيرون قرآن وصلاة حقها وبيوت قرآن وصلاة مو بيوت وبيوت قرآن صلاة يوم وبيلوت قرآن وصلاة وبيلوت وضحك وناس. جوال من هو جوال هذا الحجرة في قد الساعة. عقب نطلع وين نأخذ لنا استراحة في الشفا. استراحة في المدينة قبل الرسول. نروح لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم. تدرون المدينة ودي جي. لا أقول لكم حاجة. تدرون المدينة. شفت روضة الرسول. روضة من رياض الجنة. أنت تدري. صلوا عليه. اللهم صل على سيدنا. اللهم صل. أنت تدري إن الدعوة في روضة الرسول مقبولة، بس خليك على يقين ان الله يتقبلها. الدعوة في حجرة الرسول في روضة الرسول يقول ان هب عليك هواء من انسام الجنة. لا اله الا الله. اي والله شوف من هواء الجنة تبقى تغمز تشوفه كله ماشي غمز غمز في ناس كذي عرفت كيف اللي غمز انت قالت يا ولد غمز الناس عرفت كيف. واقول لك نروح للشيفان ناخذ لنا استراحه اسبوع كم ساعه الظهر او في الليل. استغفر الله برمضان مسافرين. لا ما يجوزون اخوك مسافر. لا يا حبيبي بدال تقول خلنا نفطر لقيت فرصه غلط. قاعد تدعو عز الله وناوي تسلمني قدام. اسمع اسعود غلط الشيء ذا غلط مشوق. نعم. انت قاعد تحثني على الافطار. نعم غلط يا انا غلطي. لا غلط ولا اخوك الانسان. لا مفروض تقول طيب الانسان هو ما دقيقة دقيقة مفروض تقول يا جماعة الخير خلونا نزين فطور ونفطر في المغرب يعني نصوم المغرب. ليه المغرب؟ حتروح المغرب رمضان؟ ايه لا ما تسافر المغرب رمضان تروح المغرب. ليه يا احمد الحبيب؟ ليه شلون تسافر المغرب رمضان؟ عندك الله اعطاك اشهر السنة وارد ما تسافر المغرب الا في رمضان. سنة ما جيت مكة. سنة يا مسعود بشعبول ما جيت مكة. هو صادق ما تخاف الله أنت يا كلب. سنة كاملة. أنا اللي ما خاف الله يعني ظلمتني حطتني من المسلم. والله أنا صادق اللعن هو طرد من رحمة الله. ما شاء الله. لا تلعن وش صدق أنت شككت في دين أخوك المسلم. لا تلعن كيف اللي أنا ماني مسلم. إلا أنت مسلم. أنا ماني مسلم. أنا مسلم. أنا يقولي ماني مسلم. عقب كل مهم مسلم. لا ما أقول. لا ولا أخطأت عليه. هذا لا والله انك خطيت عليه. والله انك خطيت. احنا انهبلنا. احنا انهبلنا. تعلمنا الخطا على الخطا يا عيال. ما كان يجي يوم من الايام اني بخوي لي مري وبخوي لي عتيبي وبمن عليهم ميانة ما منتهى على واحد من جماعتي عشت معي 10 سنوات. تذكرت يا ذمتك انت الربحان رجع. انا اسالك بدون ضحك. ها؟ والله تدري انك ربحان. طيب ايش ودي؟ ايه؟ والله انه ودي والله ودي اني اقابلها واقابلك قبل سكرت قبل شهر في مكان عام. والله ما تقبل. ارد يعني ارد ابغى اشوف انا بتقبلك ولا والله ما تقبل. قبل انت قبلتني من اول اسبوع. صدق خلي الطقطق عجب خل تقابلني في مكان عام. اول اسبوع؟ ايه اول اسبوع سكرت؟ ايه والله اني مو ما تقبلتك عادي ما هو عادي عندي مجيكم راح اقوى. طيب ها كيف تبي تتقبلني مكان عام؟ غبي انت؟ صادق بس انا كذا ودي تدريني اول ما قبلتني حاب الله يقرعه انا ترى مقبول
تعاكب انت مقبول. والله انا اكثر واحد يقابلني يقول انا ما ادري يكذبون علي. لا صادق صادق ترى والله صادق. انت الوحيد اللي العيال كلهم يحبونك والله صدق. لاني شو اسمه اصلي صلاه وقتها واصوم. عان وجهك يا ودي اذكر كنت مين انا. اي والله كنت مزيوم بس اصابتني عين قشره. تعاكب ما انت مزيوم والله اني كنت فرح. والله العودي ما تبزين بس عود لا تلعب علينا عمر. اطرق الشعر على العيون. عون بوريك مسعود عون دارتك يا ابو ولا لو نسمعك رمك. والله مسعود عون زين والعود والرقبة والأذاني قاعد أوصف صعب. لا والشنب كل شوارب يوقف عليها أتيس طيب. تخيل التيس راك على جنبي. لا لا أصحك عنه وهي قال وجهك نية ما شاء الله. هو ما جيتكم هذا متى؟ أنا باند, باند يا أخي باند. لا ما باند حرام ايش خطونك باند كذا يشق وجهك. كان أحمد رحيم. أنا يا ولد كان زين يا ولد. والحين والله ما تنبع في ذمتي ما غير حين يا أخوياك ما قبلتهم أنت والعرب الباقيين معي منه ما نشهد منه. اللي كسبنا رفيقين يضحك حجاجة ما هو بلازم جميع الناس نكسب. انا وريك وش يقول الشعب يقول محتاج لي في العرب واحد نسميه اذا قلت لي بيتين اللي شو اسمعني. اول ما شفت احمد رحيم في البرنامج تقبلته بس هو ما تقبلني. يوم شفته ما تقبلني قلت كرمت الرجال قبل المنافير بلا همان. انت لابو ذا الشيباني وقفت عليه خليه يدرب بس قال يلا تعريف. انا جاي أبي أبرز موهبة التقديم وجايب لكم المتألق القريب من القلب أحمد بن رحيم. ماذا حق سانة علي الطلاقني يوم شفتهم الاثنين يدور بور سبحان من قالني بحب الأوادم ذول. هذا كنت أحبه من أول شفته وسولف أنا وياه قالت إيش جاي يدور يقول مين قلت الله جاي يدور خوة مطليق. قال خوة مطليق وش اللي خوة مطليق أنا جاي طال عمرك أبا أنجح بضرب البط معارفي كثر الضبو الدود وصيتي تنقل الريج. يوم قال لي كذا انصدمت خذت جوالاتي ومشيت رحت ركض. يا ولد انا ايش جابني عند علي الطلاق كان اول ما دخل كان هو عزيز محمد. لا هذا قبل عزيز قبل في سكريبت واحد. اول ما قابلته انا اول ما قابلته يا ولد مقابله تدري يا رجع على طريق اول انت تقول تهرج. اول ما قابلته كان هو عزيز محمد وغضب. تذكر يوم كلوا طردونا ما خلانا كمان يعقوب ما يطردني. لا بس كان يصدهم بال يا ثنائيتي. اسمع ايه تذكروني يا عيال تدرون عاصد زي عيال اني مقابلها قبلها بسنه على طاري سوالف كاري. ايه قبل البرنامج قبل البرنامج بسنه كانت ذبه ترى ذبه ذبه والله على مطعم بسنه فجأة كذا قبل كذا طال عمرك في طاوله والله العظيم ما يبون الطالع وكراشنا اضحك قلت خلاص استعجلت شو اسوي صارت خو وتمور يوم قبل برنامج فيه له يرسل قالت عرفتني يا ابو طاوله الدنيا سبحان الله عنك ولا انت تقول يا ولد ودي عنك ما ادري هذا كان خلقنا عليك ايه يشجعك ويحب صوتك هذا حق على صوتي صوتك ايه عرفت كيف؟ والحين الدنيا يا رجل تفيد من كلمه تسال منها يوم القيامه لو انك قبل انت كانت تعرفني قبل تسوي صح؟ لما تشوفني في الشارع توقف انت تصور معي؟ ايام خل عاد مسعود انا اعرف مسعود بن شعفول قبل البرنامج قبل لا اشتهر انا اعرف مسعود لو قابلته في الشارع دريت نام بن شعفول لو قابلني لو انها منشد واعرفه الحمد الطويل واعرفه واعزك والله اني اعزك معزه من؟ معزه حسين اكلهم كلهم ترى يحبوني هم من محبه حسين البيت لان حسين البيت كان يجينا في الديره مع سعد بن جدران من يومها صغير عن مقاطع في اليوتيوب اكتب سعد بن جدران حسين البيت حبل خشيم الديب عرض منقية بن جدران شوف حسين كان صغير وقتها كنا اكله بيحبوني يوم بشكل عام. قبلت الرجاله اول ما قبلته يغني في طبع الكهرب يوم طبع الكهرب قعدت امدد يدي امدد يدي سكرت واحد اي والله لين جالس جنبي يوم جالس جنبي فمسك وجه واحد قال انت ما انت كان مشعل العنزي قلت المري جنبك كذي قلت قم لا انت بجلس جنبي
لا انت وسخت ضابط يعني وسخت لوبي خلي السالفه قال اجلس جنبه فجلس جنبه وقلت انت بن شعبول قال لي قلت نعم بن شعبول قلت كار ترى في رجال نيه قياد لك بسيط تقول شمس المشرق وطبت قال ابو سالم قلت ابو سالم الغي قال انت من كنت باجي لك قالوا نعم ياكل معنى تقول ادبر مو باي لك لا عايز اوه يا ابو محمد الاسعدي اول ما دخلت تعال اوه يا ابو محمد الاسعدي طلع الرابع يا ابو محمد الاسعدي نعم اسعدي لا اسعدي لا اسعدي 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 لا اسعدي مين طلع الجري الرابع طلع الكاطرم ما تجيب كلمتين ربع مسوي بطقطق قال اسعدي ترى كاثرت فينا الطرومية صدق هذا ترى صدق قوم للشماء ترى يلعبك والله يضحك ضحك اقسم بالله يضحك ضحك اني ما ضحكت في حياتي وش العلم ودبيت ذبه على 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 واحد في الكويت وقعدت اضحك على ذبه مع اني ودي اقوله بس اخاف اضحك يا ولد امشي في الكويت ها اذا هي ما تضحك هذا بس امان هي تضحك لا إيه؟ تسكت هي ما تضحك ايه اضحك ولا خلاص يا اتمشى انا في الكويت انا ومعي ما ادري عبود سويد او ما ادري في الكويت الدور تحت دعاني واحد من فوق ما شاء الله سعود ابو صور اتفق قلت انت فانز ولا قناص يعني ام الزقاقه والتكاك اللي فيكم والله انه ضحك قلت له جوال يا ريك مسعود قبل الشوره مسعود بعد الشوره قول لي لا 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 مسعود طلع لا 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 والله العظيم اقسم بالله انا اقدر انافس في هاي كوارث ديب من العمال دي اقطبع شكرا انت تعرف ايه انا بعد الطريق اقسم بالله لو تقولها تعال ايه في ثواني لو تقولها والله خليك تاكل من دغس ناري كوبي كوب يا لا 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 دول ما انت لا 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 قالها قالها قلت هيك روبي تعال خلينا نفطر يا مسلمين ادعوني ذا الجوال فر احنا ولا ما خلنا نفطر خلاص خلاص فر 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 خلاص اكلك اكلك افطر وش اللي كان نقول وش قبل الدبه دبه الشويتي لا قبل الله لا يجملك هو درن يدري بعد الشهره دي ولا قبل تو في دمتك يدري اني رقيقه قال الله يقبلك تكفى اركب الاسانسير وبنزل بس ماشي قلت سنكبريتر لا قبل الذبح ايش كان بقول انا قلت اللي قلت خلاص لا لا اللي قبل اللي قبل والله انا في خاطري والله ايه لا الغويه الغويه انا كان ابغي اعلمكم غويه واحد غوا لا لا غويه اقوى يا رجال انت وبلعب درب ما معه تكتب لا يشوفنا لا هو معه تكتب كان قم بعد الامور ايش يسوي يعني احمد ما يجمل بينا بس مسوي انك تقنبعها بانه نقطه انا ترى نقلب عليك قلت له عسل اكب العسل السكر عندك فل كل عسل هذا سعد سلطان ينزل عسل ان كان يجيب سلطان الحميدي في البرنامج على الريق تقول قطوه عجوز عسل وكتب والله يا راجل كتاب عين تقرا كتاب وصف سلطان الحميدي الناس يهربون ويجون وذا مهرب وذا راح العود بالمحتوى والعود من سدح يقرا كتاب وش الكتاب يا عيال وش الكتاب المجهد نظريه الفستق نظريه اقسم بالله انا نظريه الفستق يا ولد ايش نظريه الفستق احد يقرا كتاب وكتاب ثاني مهرب ايش يقول يقول تكفى مره قرط منقط جرجير منابه ثمك جرير يقول ابو شو اسمه كتاب له يا ولد من هو رواه الرجال سلطان ما نظريه البستق القرد البني القرد الاصفر القرد الاصفر ايش يصير الكتب ود سلطان على الحرب بمحتوى من هو تدري انه سبحان الله في يوم سوداء في يوم من الايام والله لا يحافظني والله قد سويت في حركه الى يوم مصدى ما يدري وش الحركه اعترف يقرا كتاب يحط ضغط ورقه هذي اوه انا اسويها عشان قسم بالله ودي واغير ذا واحطها ورا معود عود من جديد خبر والله انا مره اقدمه ويقرا
والله اللي يسويها والله هذا ذكر كتاب هذا انه ما كان اقرا الظاهر اني قد قرأته وسبع عمودات اقرقر يدعيني يوم من الايام الصبح الساعه 8 انتم هادين ثم ولا ما هربنا ولا ما ادري وين قال عندي لك قصه والله لو تسمعها انت تبكي خجلا لا تتكثر بس قول القصه تبكي خجلا وشي. كم جلست يوم في البرنامج يا مسعود؟ 52 ساعه لا تقاطعني قال اسمع وقعد اسمع انا اقصد الهروب واسوي شاهي واسبك وتسلم قال اقرا علي كتاب قصه يلا ابي رجل اسكت انا عشت تموت ابو رجل اسكت ما عاد غدا القصه دي انا ودي اغسل رجلي اني بس قدام خس لا ادري ما بعد في بالها يا ابو مشي عاد عوانات النفس لو انت نفس الشيء نفس علي حط عيني في عينك تدري شو تقول سبحان اللي خلق سبحان اللي خلقه تقول جراده عيون الناس كيف خشم سبحان اللي تدري انا اشوف الحين اشوف خشم ما اشوف يدك وسخه يا مسلم لا تحس ثيابنا يا مسلم ولع عنك تكفى عشان انا ابوك هذه هذه بيدخل فيها عزوز الصغير ما اقول مشعان ترى انا فيني طبيعه ما اقول ما لعن سبحان الله متعود على الله ينعن الله انا ما قدرت اتحمل اللعن قلت خلنا نخليها ينعن الله ينعن ينعن لو تبردك تعودون البث مره الله ايش ينعن ينعن وش معنى يعني؟ كذا تجنبني من اللعن بس وش معناها طيب وش معناها وش مرجع تجنبني هي مقتبسه من اللعن لا هي تبا لك انت راجل راشد زوم اوت ترى ترجع في ورا هي مخرج من اللعن منو؟ لا ما جاي المسعودي ما جاي عمرهم ما جاوا تخيل انها خيال اي صح ابو سلطان ما هذا بعيد صدق ابو سلطان اسالك سؤال من وين انت من اليمن؟ من صنعاء ونعم ومليون نعم امنيه واحده لو قلت لك اعطيني امنيه واحده واحققها لك شو تقول لي؟ اسافر اليمن لا 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 ما صار موجود اسمع اسافر اليمن وش عندك في اليمن تعال ليه ما تجيب ام العيال هنا؟ صدق سكنها بالاستراحة هم على مرحي حطها يا غرب لا سكنها بالاستراحة ليه ما تجيبها شلون تجيبها تجيبها بفيزة خادمة تقدر تجيبها تسددها لا لا جيبها عادي جيبها انا عاملنا زيارة من دون خادمة من دون شيء ها جيبها زيارة زيارة لا الزيارة تدفع عليها فلوس ليه غبي انت ليه الناس يجيبون ليه العمال ليه العمال يجيبون تأشيرة خادمة تعرف ليش تجديدها بالسنة 100 ريال وهذا زيارة تجدها اسس دي خلها امور بعدين الزيارة كم تجد يا مسلم لا مستحيل خلت عمان سلطان قول يلا هذه سالفه بعدين كم شلون بتجي يا رجل شوف ما عاد اشوف وانا اخوك نعم اثبت تعال مجال ما هو بلي جيت ام سلطان ما عاد عينت جب منه وجب منه وجب منه جب يخطط هذا قاعد تنادني ساعه قلت له تمام بعده والله ما يعطيه براتب عارف هذا عمال ياخذون عنده اربع شهور ما يعطيه براتب تدري انه اربع شهور ما اعطى عباس راتب عباس هذا عندنا عباس عباس وعباس تقول راسه تقول قوطي على الحرام تقول برايسي كذا هذا يا عيال اول مره اشوف واحد اول مره اشوف واحد راسه هذا كبره مو بعام هذا مو بعام هذا صاروخ تدري انهم سبحان الله لا صارت حرب ولا شيء يمديهم يطلقونه بابا 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 هذا هرمه سبه وملعون جدا ملعون جدا ما اخذ حاشي وزي ما بعيشته هو ما يتعدى صلاه صلاه شاهي يا رشاد سبوه يا عيال سبوه يا بابا انا يبا في دمتي ولا العام منه لا 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 معزب زاد اللي جد لا لا تدري ليش؟ اخي يضغط يا ولد يضغط وش علنا؟ يضغط ما يفهم غبي ولد نسرح وين؟ نسرح رقد الهنا فندق المكان ما تدري صراحه
الله يبو سعد ودك وسعد وين خلينا انت قرع بعيد من هنا ساعة ونص اكل 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 وابشر بارضك دامك راضي انا راضي اسمع اسمع ترقد رقدنا يعني اي بالله رقدنا بعيد يوم انا بس سؤال حر تود تشغل مكيف؟ ايه خلاص بشغل مكيف لبست شغال صح؟ إيه؟ بشغل مكيف اسالك بالله ترقد عليه الطلاقي عليه برود وانك انت ترقد يا لبيه ازعاج صوته طلع خلاص اجلس خلاص اجلس بس عليه الطلاق انه ذاك اليوم شغل يده وقسم بالله انه قومته دقيقه خل بس امكيف خل ما انا بزعج والله العظيم انه في فندق خمس نجوم عليه الطلاق مو بيهن لا ورع طب مكيف انا مروح بس انا مروح اجيها مشكله تفضحنا اسعود اسعود ما يا ربع الصوت الصوت كويس يعني اتوصل المفتاح لك وين شكله وين لا 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 وين شو فضحتنا فضحتنا مسعود 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 وين ما حصل ضيف مسعود عجز عيب مسعود مسعود انا مش انا تحب الصوت المزعج لا لا وين شكله يا ولد ما منزل بعد 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 الجهه الثانيه يا ابو سالم استعذ من الشيطان يلا اسمع الله اسمع برد الله ها ها بسم الله عليك اذان طب 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 خ وقف وقف برو والله برو كيف بارد بسم الله عليك ما شاء الله ما شاء الله اذكر الله اذكر الله زين انت اذكر الله اذكر الله زينه اذكر الله خله 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 الله خله لا لا طب 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 شوي شوي عشان شوي شوي شفر بارد حالي هذه من النوعيه اللي تثلج تقوم الظهر تلقاها مثلج لا هذه نوعيه وانا اخوك ما يثلج ولا هو ولا يبرد عظامه مثل رعي الزامل هذا من النوعيه اللي يعشق خل من العقل هل ينسي كذا من العقل هم كيف ناكل أكل من الثلج كي ذمتك الحياة راحت يا ريجي نول من العقل أمي تسيحة تقول أنك تخرم الشبك الشبك خرم من العقل وان تاك هاك رأي ثلج ياكل مسعود بارك أتان قبل تقول تاكل تراب مش مكيف ثلج مع تراب أبه طب خبز لا لا أفضل عن رد لا خلاص بس تسلم كثر الله ألف خيرات أنعم الله عليك يا سلطان بالعافية يا الله إن شاء الله في موازين حسناتك ما قلت شيء في موازين حسناتك إن شاء الله نعم قطعت أنت كناسن ما يطعمونهم ناسن صحيح أبو سلطان صدق صدق لو أعطيناك أمنية الآن تبي تتحقق الآن في ساعة في ساعة في ساعة في ساعة لا ما تتحقق في ساعة بي لا وقت وش وش طيب أمنيتي أجيب أمي وأبي يعتمروا بس إيش اجيب امي وابي يعتمروا على حساب على حساب الرجال ذول وتم الرجال ما يقص تم والله انا والله نهتم بندق ونين يجون واللي حلها نعمه شفت النعمه التزم واللي حلها نعمه انهم على حسابنا يلا معتمرين جايين ثلاث ايام ساكنين راجعين خلاص وش بعد تبي كيف الطريقه يجون فيه مطار باصات 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 خلهم يجون على باصات لو انطحهم انا عند المركز في شنبي خلاص والله اهتم خلاص روح بس والله متى تبي يجون متى تبي يجون والله لو تبي بكره بعد اعرف بعد عرفه عشان زحمه وكذا حج مايز خلاص تم الموضوع بعد كم بعد عرفه خلهم في رمضان نفتح جيبهم اي وقت حتى لا اجيبهم والله لو تبي اقسم بمن احل القسم لو تبي بكره خلاص تم نعم تم روح تم لو تبي بكره كل ما تحتاج تدري كم تحتاج حقه كل ابي 5000 كل 5000 انا جاهز انا جاهز تم 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 بس من بكره حتى من الان اقطع جوالي تم روح والله العظيم انه تم راسلهم إذا خلصت أمورهم وجاب الدراهم عند الرجال خلاص تم روح والله إني بحول روح علي الطلاق إنه تم روح الآن الآن أبشر أبراسلهم الآن احتزم صدق ترى ما في مزح أيوة أنا قاعد أمزح كم شخص كم شخص اثنين أبي أمي بس جيبهم الله يلعن أمي نجيبهم والله لا يقطعوا جواز الليلة يلا على ذا الخير متى تبيهم يجون؟ يجون اي حمته ما خلاص قول لهم اقابل احلى يركبون هم في خطرهم يعني يعتمرون ايه روح اسمع اسمع روح خلاص روح الفندق جاهز اكلمك رجال ذا شو اسمه مكه فمكه يضبطه لا السيارة تستكمل هم 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 لا 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 يسنعون انفسهم انفسنا بس هم يعرفون يسنعون انفسهم احنا يا ود انه احنا نوفر لك الدراهم انت تدل الدب تعرف الامور نعم كم يكلفكم؟ 5000 عند الرجال خلاص تمام
نحول هذا الساعة امسك جوال روح شنو الله بالسعد امسك جوالك وين جوال يمين اصبر دقيقة خلاص صدق خلاص والله صار خلاص متى تبى معتمد متى اي وقت بس يقطعوا جوازات خلاص جاهزين احنا جاهزين ارسل ارسل رسالة ارسل الفلوس يقطعوا جواز اول اهم شيء تكفى خلهم يدعونا وخلهم يدعوا اللي تراني تعبان لي ثلاث ايام تعبان والله والله تعبان والله اني تعبان قسم بالله اني تعبان نفسيا والله لا خلي يدعوا لكم دعاء ويدعوا لي بعد ويدعوا للمتابعين اللي معي عانم عانم 12300 خلهم يدعوا ويدعوا للخل ان شاء الله الان الان يا براس الحين أرسل الحين أرسل ملاحظة فيهم سبحان الله يخليك لي الفلوس جاهزة الآن يا أبو سلطان أمون عليك أمون عليك أرسل ملاحظة صوتية لأبيك الحين قل يا أبوي الدراهم جاهزة خلصوا تعالوا الحين لأبوي قل لك إذا أرسل قل أبوي أبشر أبشر والله بسعدك أبشر والله بالعمرة تاخذ مقدم أرحب يلا حبيبي أرحب ياخذ الموتر الله الله يروعه أشوف الله أحسن من حصان أنا في بث انتبه يلا حبيبي يلا الله يعافيك 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 كم 7500 روح مرحبا ام سلطان روح سجل روح دندن وين روح يلا تستاهل هلا صباح الخير يا ام سلطان كيف حالك كيف انت بخيره والله اليوم حصلنا ناس فاعلين خير مو فاعلين خير اخوانك اخواننا وفاعلين خير لا اخوانك لا اخوانك بس اخوياي بيجيبوا لكم ان شاء الله على السعوديه تعتمروا ان شاء الله تروحوا تقطعوا جوازات وبضايق وتوكلوا الله منورين السعودية منورين خمس أيام رحلة استجمام وتمشي خمس أيام على حسابنا ومرحبا بهم يلا أقسم بمن أحل القسم أبو رحيم أمون عليك سم أمون عليك سم أبيك ترسل الرجال ذا له أتم أنت قدامهم أعتبر معهم أنت تروح أعتبر معهم وأنا أستقبلهم ما يدروا وين يجوا تم 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 خلاص أقسم بالله الذي رفع سب دقيقة يا أبو سلطان أقسم بالله الذي رفع سب ونزل سب ما هم مخططين للشيء ذا معناك قسم بالله ما يدروا صحيح والله ما يدروا اسالك بالله اسالك كلها هو سلطان المجال ذا دار قدام اليوم الحمراء لا والله بينك وبين ربك والله الحين مباشر الحين الحين الحمد لله نشكر محمد مثل الناس هنا والله الحين مباشر استعدوا بالتكلفات رسلت العود ابوك رسلته ها رسلت ابوك مو سلطان سمع ايش علي من الناس ايش علي ايش علي من الناس ايش على الناس مني أقول سبحان من عطاك يا لجدي لا إله إلا الله لا إله إلا الله بشرتونا الله يبشركم ليش تبي تبغون مية ثانية عندكم مية ثانية لا لا هذه بس والله نحن أي شيء شوف الله يتعدك اسمع اسمع الله الله يرزقك بثلاثة فانس على اسمع الله يرزقك بثلاثة أقسم بالله إن الله عطانا عمر اللي مثلنا ترى يروحون بدري لأنهم طيبين طيب 500 ريال إن الله اسمع 2500 ريال تحضر في الحسابات دنيا تم يلا تم 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 سويت الحمد لله حد حساب تم تم حسابي وصلت الحين الله عطاك ثلاثة نعم من أطيب الرجال صحيح والله يقولك الرجال ما يمدح وجهه إلا بمدح وجهه لبيك يقولك الرجال ما يمدح نفسه إلا بمدح نفسه يقولني كفو وأسوأ كراس والله لا أقول إني كفو وأسوأ كراس وين وين فرق عن خشوم العدا والعن والدوري والعن مريح دقيقة ما جد درهم ما جد درهم سامي ما سامي أبو درهم يا ولد انت راح تبتدع 5000 يتمر عطر 5000 فك خدماتي خدماتي يا لا لا انت انت عايش ما عليك اقول عايش وين هذه 5000 بيها ولا والله لو في حسابي مليون ما تشد 1000 والله ماجد 5000 موقف الخدمات ب 5000 اي والله 5000 ما يدري من خلال 70 رجال من اليمن وانا جاي ماجد كان الرجال يروح يعتمر هذا رجال لا هي ربي ربي يحدد لي رزقك وشوك هاي نعم مو عليك يهم انت يا انت يا ابو درهم ما الله كاتب لك رزق اليوم ما في لو ريال ريال واحد ما طلع اليوم حنا قدام بث الناس تسمعك طيب اسمعني سم حق يا اخي هو تكلفه العمره حقت ابوه 5000 ريال اوكي حلو انا لو تعطيني 5000 ريال الحين افك خدماتي وما تكلفني عمره ابوه 100 ريال بالعربي ما تكلم ما تكلمني 500 ريال بروح اعتمر بنيه انها لابو وابو في ديرته وانا
فك خدماتي مو لتك. ودي الفكرة مناسبة لي ولكم. يعني فكرة رجال جاء فكرة. شو يقول؟ رجال جاء فكرة. شو الفكرة؟ يقول عطوني 5000. ها. زين؟ حلو. ها؟ يقول الرجال ده ما فكرت بالله خير اليوم. خلي كلامنا بكرة. يقول يا ولد عطوني 5000. زين؟ بفك خدماتي. وبفك خدماتي وبعتمر على ابو عمي. ان كان رحيم الشيباني بيكفله اعطيته 10. تعال ابو سلطان ابي اشارك. تعال اشارك. انقلع ما الله كتب لك رزق. عطى احمر. روح. هذا طبعا واحد من عيالي يعني يحب يمزح ويحب يضحك ويحب يطقطق. لا تاخذ الوضع. شيكم يا الربي ترى الوضع مزح. لا ليه مسح؟ أم سلطان ما عرفت. ما هو لا يا ولد ما نبي أمك كذا. ولد أنت كلامك أنت. يا ولد يلا في ناس ها؟ إيش فيك؟ بريحة. وين؟ رزق الله. رزق معه يا رجل. ما أقول لك الناس. وتبني أعلمك عز الله. ورا يا أبو سلطان. إني قالوا لك خلنا نسرح الرقد عندها أنا غير. لا أقولك سبحان من عطى. قعدت أنت لين ربي سألنا هذا المسلم. واحد. الناس تخاف على رزاقها وتخاف على والله شوف يا رجل شوف ترى ما قال ايش قال كني قاعد انت بامنيه انت اللي حدثنا عليه صبحت انا تقول امنيه تقول امنيه هيك دال يا ود اليوم ماسك تنسي هيك دال احنا عندك سايقين هذا يجمل امنيه الله يجزاك خير الله يجزاني خير تدري احنا عندك وسايقين هجل نحبك ونحب اللي عندك الله يطول عمرك تبي امنيه قلت عندك امنيه علي في يوم اللي ظل لا اقسم بالله يا عيال قسم بالله تنقسم بالله تنقسم بالله صرحت على هذا المسلم من مصط منا 2500 ان شاء الله طب ويوم منيا وشو منيتك ترى احنا فقران ما يتم نقول وش قلت تحدنا على المسلمين الرجال لا وراح وش انت شو منيتك امنيتي 2500 لا طيب امنيتي يعني امنيتي ما عندي الحمد لله ما عندي امنيه طيب وخير الحمد لله الجنه والله يا مسعود بن شعبول ان عليه دين علي الطلب على جبلني أبرك كم جنب صدق معي والله احنا كل ما على دين وطيب على ذمتك ذمة عادي اشتري رجال بدون دين ما هو رجال معليش انت عليك كم عد صحيح ما على دين امان يا مسعود قم عليك عد صحيح مو غلط حال كم ما على دين ولا امان كم عليك لا أمانة بس والله مستغرب عاد هو بيجيك الجمع ما نقدر نقول لك مع الحدود ال 275 وانت انا لا عامل العلف الباكستاني يدق عليه حتى يدق علي البارح لا التوتال كامل تقريبا مو بواجد انا اقل من هذا بواجد كن 97 98 ولا كم علي الله في وجه انت على واحد عادي ما فيها شيء. إيه ترى شو بقولك حاجة الواحد اللي بدون. علي الطلاق لا سددها بذراعي وأنا خوزي. نعم صحيح. تدري الواحد. سددها بذراع. نعم. ملا يوردها ويرد الطلاق. نعم يعني تدري يا بابي صدق والله نتكلم جد. ترى الواحد بدون أنت قد عشت بدين أحد يطلبك. لا الناس تحس بالمشهور كنت. خس إيش بدين. ها؟ عايشة أنا صدق. المشهور القعيطي صح. أما المشهور اللي سايق والديها تاني فقد. اقسم بالله يا رجل يضرب الدين في عرض الدين والله يا رجل علي ادعس خالقها مبنيها والله العظيم قسم بالله يا رجل ان اللي علي فوق 300 ألف نعم شوي داري تقدر تسددها في ساعه من انت ليه والله العظيم اني مفلس لكني ابي اسددها انا عندي في خاطر كذا تسددها انت عارف خلاص ما عليك تسددها ما عليك ايش فيها تجي يضرب الدين غصب عنك بتخسي وتعقب تبي ياكل اسمعوني صدق والله بقول لكم حاجه يا الربع ترى خذوا قاعده ترى الدين ما هو بعيب قد كلام لا تحرضهم عنهم تدينون لا انا ما احرض لا بعضهم يتفشل من الدين انا في ناس تفشل في ناس تفشل انه مديون ترى ما هو بعيب اقسم بالله ما هو بعيب انك تدين وتضغط عمرك وتسدد دينك الفقر نعم الفقر ما هو بعيد خذوه قاعد يا الربع والله الشخص احمد رحيم مكلمني اسولف انا وياه احمد رحيم جاني قال ابو محمد نبي نشتغل في المشروع الفلاني قلت ابو رحيم ما معي راس مال قال انا مطلع لي دينه بالطايق بدفع عنك ولا جيتك ردها لي قلت ابو رحيم انا يلا في عمري خل عني باقي بدفع عنك ما معي الفقر ما هو عيب تدري وش العيب؟ انك قريب البيت ما احنا ندري
هذا لا ما شاء الله عليك. هي وين من زي يمه ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله يا يمه. شو فيها؟ أمك تابع البث؟ أرسلت الحين تقول خل مسعود ينظف الشاهي لانثره وحبة اللينية طايحة على خشم. يلا نظف الشاهي. شو فيها يا أم أحمد؟ بسرعة والله أنا مرسلة والله عان وعان. بعض الناس يجيك في وقت أنت ما تجي اللي كاظم أنا أنت ها؟ اللي كاظم أنت أمي ترشش شش ترسل لي طيحة قبل لا تنام كل يوم قبل لا تنام أبيك تقول هذا لا شو رسالة سلمي أشوف أشوف لا الرسالة اللي قبل شو لا تكذب عليه شوف شو لا ورني أنا ها أقرأ وشف مسعود جيب ورني بقرأ ها الله وليه ما تقول كنت نظر أنا بطلع أقرأ لسيكم عيب العمل ما تسعر وجهك أنت تدري شو تدري أن أمي ترسل لي صوت الواتساب مخالفات أحمد حول عشرة غرامات جيجي المنشأة فيها 2000 ريال وترسل هي يعني شي تسدد ما شاء الله تم تسوية المخالفة كلها يعني المفروض ترسلين المفروض كلها أذكار إيه كلها أذكار ترسل يعني أمك مطوعة أقول لك حاجة بين البيين كلكم يعني أقسم بمن أحل القسم يا والدتي أنها تحس بني مقدم أسبوعي لا رحت الحين قلت الله يعينك أمك تحس بها سكريم ما تجايز أسلك تروح كذا إيه لا يعني الحين بعض الأحيان مو بحضر فقرة الجمعة وأروح ألا تقول ما شاء الله يا أمك دوامك الشهر ذا زين ايه مو بزي الشهر اللي راح قاعد الحين امي وانت عيد تكذب عليها لا ما اكذب عليها لا تكذب وش اقول معها المفروض انك تجي يوميا امي ما تدري ان الكلام مفروض وانا اخوك تجلس قدام امك يوميا اقول لك حاجه تصدق ان امي انا اصارحكم في شيء امي مديره شركه امك ايش مديره شركه امي مديره مؤسسات يعني عندها امي ما يجي في بالها طال عمرك ان في برنامج ان في برنامج اقسم بالله انا عقليتها ما تستوعب ان في برنامج اسمه تيك توك الاسد بالفيريا والله ما تصدق والله ما تصدق من يظن والله عاد تصدق ولا ما تصدق مستحيل في ذمتك شيبانك يصدقون ان في انك تحكي خلنا عنك انك تحكي طال عمرك في برنامج تواصل اجتماعي لا جيت عند ابوك قلت يا ابوي والله عندي اعلان طال عمرك اصوره ويعطيني 15 انا ابوي كان يعلن اي زمان ابي كان مشهور انا كان ابوي مشهور يعني أبوك كان هو ما إيش تأخر سؤال شو هاي ملك والله هو ولا أبوي إيش تأخرك بعدين صدق أنت الحين أنت كم عندك أخوة الحين ثلاثة وكلكم سبايك لا ها بس أنت أنا سبيك هم كلهم يعني أنت سبيك هم لا هم يعني رجيجي أنا سبيك إيه هم تكانات هم إيش تكانة وأنت بهاج به إخوانك أنا الدار يعني أنت أسبقهم أنا أسبقهم سبحان الله بالله تقول أمك مديرة بنك؟ إيه وتلبس نظارات بعد إلا تكشايف أمي يوم كاتبت لها رايحين الرياض إلى الريض إيه إلى الريض تقول دوال بالله أمك ما ترجي كأمه كاتبة إلى الريض ما كتبت إلى الرياض أخو المرة أخو حواله شو؟ حواله 2005 محمد علي المري محمد عاشد ما شاء الله جاك رزقك يا خضير بهاي جاء 2500 جاء 2500 اقسم بالله ندينا حواله 2005 انا اعرف انا راعيها بذمتني اعرف ما ادري والله ما شاء الله تبارك الرحمن الله وجهك اصبر والله انا جاتني حواله والله شوف من حمد علي المري ونعم إن كاني ما نبزال حمد الطوي إنه حمد الطوي نعم 2500 لك يا أبو طيب حمد الطوي دقيقة مكنا أحمد لبيك مكنا 2005 والله هني ما أدري من همني حمد علي المري الظاهر حمد الطوي حمد الطوي ما أدري شو تأكل ما تقول إيه
ايش علاقته الفقر والمساكين؟ هو يعني موردنا الجمة حر يجي طلق في السعودية. والله لك كفو، والله لك كفو ابو علي، والله لك كفو. شوف تحداك رد ما ابغى. شوف محمد طويل محول هنا 500 علي الحين عشان اكيد انت عارف ادق عليه تحداك رد ما يرد خلاص والله ما يرد. الرد لك 20 مليون 20 مليون ترى انت عارف ما يرد 20 مليون يقول ما يرد عارف خلاص رد ازقنك ابو علي علي الطلاق قلنا ابو علي خلاص خليهم يجون بس ارقد والله انك عطنا امنيه ثانيه خلاص هذه بس يتابعونك هوامير محمد يا ربع ست ارقام غريبه دق علي شوف ادق عليهم ممكن رزق ممكن رزق لابو سلطان يمكن جاني يمكن 2500 حقتي هاجي بيتها من عنده 2500 انا يمكن يجيني 2500 عنده شفت أنا؟ وش فوق 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 ارجع 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 شفت الرقم ارجع فوق فوق الرقم حطيته هنا نمبر وك شوف أنا ورني حمد الطويل تهكم الرقم داي الله يبيض وجهك أبو علي تدري وش في خاطري صوت هذه 2500 حقتي وصلت ساعد ساعد نحول الريال والله ما تضاف الريال ما تحول فتضاف 2500 ساعد زين كم حول ريال يين انا ابو ذر وجهي ساعد نحول الريال كم حول ساعد ريال يا خبير يا ولد اسمع اسمع عانا الله الله اكبر شيك جاني تفريج كربة تبرعت عنك حوالي 2500 عيب البيشين 2500 بهاد حولها حولها الحمد لله لا لا اله الا الله قد هنا وصلت كم 2500 2500 كم 5000 هذه 5000 حقتي وحقت بهاد اخيرا أنا أخيرا مشكورين شوف شوف مشكورين شوف يا رجال هذه كم 2005 وهذه كم 2005 كم صارت 5000 باقي 2500 أنا موجودة ولا لا على الطلاق لا موجودة 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 خلاص تبقى على دورة خلاص موجودة صدق والله صدق اسمع وأنا قاعد أستنى لا لا في ذمة تقدمها يمديك ترقد الليل ولا ما يمديك والله ما يمدي والله ما يمديني أنا ما ساعة تسعة الحين قد شبعت نوم واليوم ما قد نمت ها قم اركب الحصان دق برا في الحارة الله يجزيكم الخير جي شوف اركب الحصان لوني مكانك والله اركب الحصان بسيف ونتمشى في الحارة ثم نسرقه السر جوال يلا قول لا اله الا الله امون عليك هذا الفكسة دق برا لين نقوم الله والنعم دق برا اليوم 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 خلها برا الزاحمية ما إلى العصبة ومن جاك قل أنا من طرف يشعر كامل أنا عند بروحي نعم الفلوس عندي جاهزة مجهزة أحولها الليلة تحولها لهم إيه تحولها لهم أهلا الله شو الحوالة كم ما شاء الله أنا قرع مال شو الحوالة وش يبيع حقت إيش كم ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله ليش أنا من رقم ما طوله لا 3000 3400 حساب نحول لي 3400 بس ما ادري منهم حلو قطتك لا علي الطلاق والله انا قطتك لا علي الطلاق انقطع علي حرام قطتني والله انا اقسم بالله هنا هنيه لا 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 مريض انت لا لا والله ما لي نزو ما لي نزو قطع انا تم 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 انا موجود في الحساب تم 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 رزق كم الساعه الحين؟ ارسلوا على جوالي الله يبيض وجهكم حواله من بهار حواله محمد طويل حواله ثالثه والله ما ادري من بس انه اكيد انه رفيق لانه رقم حسابي الله يكتب اجرهم جميعا انه رفيق لكن متاكد يا ابو سلطان اقسم بشوف بقول لك حاجه خذ القاعده خلاص عاد سوى تورقك ايش اصبر اصبر دقيقة دقيقة ارجع حوالة واردة محلية حبر 2500
هذه الحواله الثالثه. شوف من يد لا هذا نسخ. شو ادخل جاك شيء؟ ما ادري ايش. لا شوف النسخ اخوك. نعم هذه غلط. وش السالفه؟ ايش فيه؟ الله يجزاكم خير، الله يجزاكم خير. ابو سلطان بالله عاد انت الحين مستانس ابو سلطان صح؟ اي مستانس. ها سوي النشا. ابشر. ها؟ ابشر باحلى شاي. ها لا لا تسوي شاي، الغوري وينها قبل شوي؟ موجود. سخنه وجوب. لا زين زين شاي زين شاي. لا 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 زين جديد لا. جديد. لا لا برقد الساعة 8 برقد يا مسلم. يلا شوف شوف. سخن الارض. شوف امي ايش مرسله. صوب الريض. صوب رايض. صوب رايض. لا لا لا. ابغى اغسل يدي زين اغسل يدي. ليه؟ غسل غسل. خلي ذبحني ما ادري وش السبب. خلي ذبحني بالمحبه وراح. خلي ذبحني ما ادري وش السبب. سبب خلي نساني بالمحبه وراح. يا صاحنا من بعدكم في لهب. لا 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 شوف شوف رقد رقد رقد. ابغى اغسل قبله. غسل ابغى اغسل انا قبل. يا رجال سد حلقك. جواز سبيكر فيه بث. يا رجال سد حلقك يا ولد. يا سلطان الميلي. 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 يا الهمالي طرف الليل قرب. وين القاسم؟ ها؟ وديها انا؟ انت وديتها. انا من الفرح نسيت. دقيقة بنغسل ونجيكم. مالك لا يا ملاك. بنغسل 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 ونجيكم. بنغسل ونجيكم. وش اسوي؟ مالي اللعنة. بضرب 80 ريال قبل ما نجيبها. مسعود من وين؟ من النعرية. بتجي الرياض في قرب. الله يكتب اجرك. الله يلعن من يجي. الله اللي ساقنا عليه هذا. زين وجهك وزين حالك وزين شابك. لا انت. ايش يقول؟ ايش يقول؟ اقول منيتي تحققت سبحان الله. انت احمد ربك. فانت انت انت الضايع انت انت منيتك تحققت من يوم اشتغلت مع الرجال وانت بري. والله رجال انت. والله لا تهمله ما عندك سالفه. اي والله هذه الطلق مصوم اللي فيها. الله يقلع الله يقلع. خلي ذبحني يا جماعه. يا سلطان الميلي سد حلقك. يا جماعة ضلوعي ما تدري لا تخلص أمي عليك أبو. اي والله ما انك لا تخلص تخلى اليوم. يلا تعال غسل غسل تعال خلى اليوم. يلا 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 غسل غسل بالله. الحين اللي مداوم فيكم من هو؟ كلهم اللي مداول. اللي مداوم يرسل ألف والعاطل اللي مداوم يرسل ألف والعاطل باء. ها حط الشحن. لا طال الشحن. اللي مداوم يرسل ألف. شحن في المجلس هرعله. سعد الشهري لا ترسل ورد. لا ترسل ورد يا سعد. حواله. لا ترسل ورد. أنا من حواله. كم بشر؟ بشر. ما شاء الله دوري. لا تقل على مو بصحيح. بهال. كذا على بيسك. 300؟ لا 30 ألف. لا يا رجال. والله انا 30000. هذه وهمي. لا مو مشاهدات يا حبيبي تحويل. 30000. سايق عليها. حاط الرقم جوال. اي سايق عليها. لعن الله شاربك. ما يجيني الحواله لما واحد انا مسح حسابي، حسابي مع عيونها لاخوياي الخاصين. يعني ما فيها مجال تسوق عليها. هذا شحن ايفون. ايش شايب؟ رحله هناك بالمجلس. اعطني. وش وش؟ شحن شحن. يا جماعه شيء الله يا جماعه ضلوعي لبسوها صفايح. احمد حنا طعوس. مسعود شو دقيقه. مسعود شو يقول؟ سعد شو تقول؟ سعد دقيقه. ها؟ راحت راحت سعد. يقول لا خلاص دق علي بيك موضوع ضروري. سعد مقطع. يقول ابيك موضوع ضروري. سعد
سعد الشيري ماري عقب يعقب بخسر يعقب ادقه ولا دق علي دق علي لا ترى له يومين ما دق علي يا ولد وجهي اسود وجهك اسود من اسمع حنا تعوس تعوس الخراره ها خراره كم كيلو من الخراره هاي 5 دقائق اذا وين دم سردينا فيها يا ولد دم سريجك ليه ليه دم ليه دم سريجك والله ودي دم سردينا فيها شلون دم سريجك احط الجيل في التراب في ذا فيها ما تنفع أبي حط الجيني في بطنك كما توديني دقيقة طيب أنا مرسلك بدون دقيقة طيب جوال مسعود وينك؟ دقيقة بوريكم حاجة. يا ولد أنا مرسل لك دقيقة يا أبو يا شريك يا شريك يا شريك يا شريك عندي الصورة بدون علامة يا مصمم يا مصمم يا مصمم البراند يا مصمم البراند جعلنا ما نعدمك إن شاء الله أرسلنا بدون علامة أرسلنا اللوجو بدون بدون عمارة أرسلنا هذه بدون علامة أرسلنا بدون علامة السلام عليكم صباح الخير لو معنا تمر عندك شو اسمه لا لا شو اسمه ذي بدون علامة صباح الخير لو معنا تمر ونخوت بالله ارسلي لي بدون لوكو لو معنا تمر ادري حمار ترسل مع الصباح يا سعد الله يلعن يقول ابو رحيم جتني رساله في الواتساب الحين الرابع جتني رساله في الواتساب الرابع واحد يقول ابو رحيم السلام عليكم صباح الخير قبل 3 ايام توفى واحد من اخوياي وكامل محبين سكريبتو خاصه انت ومسعود وسلطان وبهاج وعبد الله الشهراني تكفى لا تنسونه من دعواتكم الله يرحمه يا رب ويغفر له ما ادري وش اقول صراحه لكن جعل ربي يرحمه يا رب جعل رب يرحم يا رب يا رجال اقطع شركتك من اليوم قسم بالله يعني شيء محزن جدا الحياة تبت سيدة ولا لا شفتان خسي مو صح يا ضعيف يلا هنقل شو يعلق علق صح اجيب راسك اوديه بالكلام يا حيوان اليوم يا ابو شنو الوالد علي صح ابو نعمه اليوم اوه متى اي خلاص ارسلت يا سعد ارسلت في واحد فيلمتك وش العيب كرهتني اوك جنبي ذبحني جنبي ذبحني ها جنبي ذبحني الربع ما شاء الله على بها جو تقول النوم عنده زر شوف لابد تقول زر يا الربع النوم عنده ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله يود انا حسد الناس اللي كذا اللي على طول يا ويحي سعد وين مو عندي ما طلب ولا طلب ما طلب هاي والله العظيم من جنبي ذبح علق يا الربع التعليق ايش فيه علق تشوفوني زين
معلق. طيب ايش يقول؟ عطنا حل الجامعة افصل. نبي بث ليلي، والله انا اشوف ان الصباح نهزي من الليل يا ربع. والله انا اشوف ان الصباح نهزي من الليل. على طاري بطني يا ربع. الله العظيم. والله العظيم يا ربع. يا شب علي بطني. لي حول اسبوعين، لكن لي 3 ايام نفسيتي قافلة. من بطني. يوك يجعلكم يجعل ما يمر عليكم يو. تقول ميت عندي احد، قسم بالله تقول ميت عندي احد. مو بقولون، مو بقولون، انا اعرف قيلون، قيلون فيني مو قيلون الربع. تقول لا مني اكلت جعت وحت ترق بطني. تعرفون الحراره، الحراره القويه صدق، حراره حراره حراره، وجاني غثيان وندبلت سبدي ولا عدب لأحد. الله يجعل ما يمر عليك مرة. والله العظيم من نفسي كذا. مرة مرة ذبحتني، لعبت في نفسيتي. يعني أضحك معك وسولف شوي ويط تكفل النفسية ولا عادب شيء. ما علي الحين، بس أنا عارف ترجع الوضع يعني. يا على عيني انت وياه. وش يا بقى؟ شنو؟ تعال انت شفيك؟ اجلس. تعال انت شفيك؟ تعال تعال. لا بلا تعال تعال. جيب بعاجه. بعاج؟ هذا بعاج نايم. وينه؟ نايم. نايم؟ وي بعاج. دخل. جي جي جي. يبيك هو بعاجو ولا انا؟ اجلس اجلس، والله هذا بعاجو. امان اجلس. لا ماني بعاجو. طيب اجلس 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 بس. انا مسعودو، مسعودو هذا، مسعودو وانا احمدو وهذا بعاجو. اخبارك يا ابو حسين؟ اوه هذا العفوي. مسلسل الميراث خلص وعفويتك ما خلصت. كل ضفعتك يا رجال، والله ما تصير مشهور لو تلحس السماء. لا ما راح توصل مواصل احمد. ما ودي اصير مشهور ان كان يصير مثل ولا راح توصل ان كان الشرف، ولا راح توصل مواصيله. والله ما توصل مواصيله. والله كان الشرف خليني مثلك. كان وجهك ذا. والله ما توصل مواصيله. انت كم حق ما اشتهر. لازم تصير متواضع حبيبي. والله كان الشرف تخليني مثلك. اللي ما بي والله حبيبي. الله يقطع هالشهره وتخليني مثلك. مستحيل نفسي. والله يقطع براسي من دخل معك. تبيها ولا خلاص؟ ولا تكلمني. خليني اسكت عشان ما يجينا بعد، عشان ما يجينا بعد. والله يا احمد، والله يا احمد اسمع. والله هذا مسعود بس خلاص. هو بحر باللايف مالته. انت حر باللايف مالتك. رد عليه عيواس، رد عليه. انا برد عليه بس خليه واخر على الكاميرا. لا ترد علي، اتركني في سيبي. يعني بيتحكم فيك يا احمد. اوكي انت صديقي يا احمد. هو ايش دخل بيني وبينك؟ ما ادري عنه. خلاص بيضربك. هو صديقك؟ ايه اجل انا ما لي صديق. لا مشان ما اقدر اتخلى عنك. ما اقدر اتخلى عنك. خليه يبرع عنك وجهك انه بردقة. واخر هناك جني شلق. زعيدان. والله لا ادب عليك ذبه. لا خليها تاكل وتشرب معك سنه قدام. مو مشكله بس روح روح. جنب جنب. فك روحك روحك. جعلك جني ان شاء الله. لا تزعل عواش، عواش لا تزعل، لا تزعل. يا اخي بس رفع ضغطي. حفو بلايف مالته ما يبيني. ليش عندي يقول حساس؟ هو حساس، هو حساس. يا اي حساس. ما بعد دخلت معك في حياتي. شفت كيف كيف ظلمني؟ ما بعد دخلت معي بحياتي ولا عاد. دقيقة دقيقة. أنا كنت دشيت معاه. أنت تعرفني. عند بعاجه وطلعت أنت. إي طلعت. إي كيف؟ شنو كيفك؟ مو اللايف مالتك. لا لا لا. مو مالتك. دي أرجع أطرد خلينا نسولف. ما عندك سالفة هذا؟ والله ما عندي سالفة. أفا ما عندي سالفة. عندك سالفة؟ خلاص بس اسكت عني. خير القرع عام شيخ. بقاي أنا يتيم. وشو؟ أنا يتيم. أنت يتيم؟ ها؟ كلن يتيم وحي ويروح وياتي. خاص يتيم. أنت الوحيد في العالم. يتيم. عود جاك. لا ما جاني لحد الآن، ما جاني يا أختي. شو يقول؟ يقولون جاني
مو مو هيك حصل على المسلمين يلاقيهم فلان وعلان ولا حصل عليهم شكاوى بحلقة قال أنا يتيم دامك يتيم مسك الدرب الصح مو مشكلة أنت قاعد تشوفني في الدرب الغلط أكيد عيونك فيها بلا أي بالله البلا في عيونك والله البلا في عيونك صدقني البلا في البلا في عيني ذي شفت عيني ذي البلا منها اللي دخل أنا وأنت طالع يا أحمد أمانة أشيله معاك مر مر فيه طبيب العيون يا رجل وانا خيال على اطراف وين الربوع الطيب لن يقولوا لك كفو شو لن يقولوا لك كفو اوه عليك عفويه زايده والله فين الخبول والله انحب ضدك والله ما ابغيهم يقولوا لي كفو اح مو مش ولا راح تحصل عليها اصلا ضدك ما بيها ولا راح تحصل عليها بس كوم بس كوم تقعد تدوسوا لي على الطرف ترى حبيبي مو في صالحك انا عواس بن حسين رد عمري يا تستس يا تاج راس شو اسمك انت اول شيء سعيدان تاج راس بردقة ما اعرف اسمه اسمع عواس عواس اسمع 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 عواس تعوذ من الشيطان يا عز انا عمري ما اذيت حد يا احمد والله انا ادري انك طيب هو طيب بعد رجال الرجال اول مره ادخل معه في حياتي لا طيب ايش يقول يقول اني كنت طالع مهمني ترى طيب شوف شوف الظاهر هذه بالربعه طاير ده هو يعود علي هادي انت تقصد عادي والله ما يدري شو الطبخه ترى في واحد نفس شكله ما اعرف انا ملخبط اهم شيء من الواقع لا 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 غلطان غلطان هذا ما يسويها ما يسويها والله داير انك والله هذا هذا طردني انت ملخبط انت من يوم جيت البرنامج ما انت ملخبط يقول شنو؟ يقول يا جعلني بكيك أجل أنا ها شفت؟ وصلت نعم أنا هو قال أنا شعرفي بكلامهم يا أستاذ عواس تسمح لي أتناقش معك؟ قول قول حبيبي قول أنا بروح أنام توصي بشيء مني؟ أبي صحي بعاج وروح بخاطرك شيء زعلان علي؟ لا والله حاشا وكلا والله عشان تعرف أني أنا أحبك يا الله أنك تأخذ أهل الجنة قبل رمضان بيومين أوه والله أحبك القبلة وراك القبلة وراك القبلة وراك والله أحبك لو ما أحبك ما أدعي لك هالدعوة والله حلو يا أخي ألعب 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 خلص الأمر إذا أنت ما تبي الجنة هذه مشكلتك والله العظيم أبغى الجنة ولا هو بدخل الجنة ولا هو من دعوتك خلاص أنا أدعي لك حبيبي إن شاء الله إن شاء الله أنا بدخل الجنة ولا هو من طلبتك بيمناك أوكي مو مشكلة خلنا نشوف الجنة مقارعة شكرا شكرا عواس باي تعال والله ما تطلع ليه حلف عليك دين على العب معاك واذا فزت عليك تنفذ لي حكم وتنفذ انت حكم على الرجل حكم على الرجل عمري يا تستس اسكت جني شلك الدف الثاني يلا تنفذ يا اخي قصات الصباح ضيم انت فاهم شلون ضيم كانها وي هذا اللي يمك بس دقيقه عمري يا ام الله يلعنهم وعبد الله وصفاوي الحب ولارين وخالد بن حسين ونوني والشيخ عبودي واللي كبسوا على وجه الجميل يلا يلا العب العب اذا فزت علي جولتين تحكم علي اذا انا فزت عليك جولتين انا احكم عليك يلا اوكي بس قول لي تنفذ لي احكام الله زعلان مني سعيدان لا ترى يحب مسعيد مسعيد شنو اسمه هو اول شيء صراحه مو مسعود ايه عاشت الاسامي مسعود مسعود زعلان مني لا لا ما عليك ما ينزعل منك ايوه نحن هنا كلنا اخوان ما ينزعل منك ما عليك أفع عليك هو صحيح أنا ما ينزع مني أنا يتيم ترى ونعم ما ما له شغل ما له شغل والله مو بدأ لا واضح واضح إن حبك عواس هو عواس مو عواس تدري يقول حاجة مو أنت عواس بداية العلاقة المشكلة فالآن أنتم الآن أحس علاقتكم عواس عواس مو أنت عواس أنا من القمر حبيبي سؤالك غبي لا صدق ليش السؤال لا أنا لحظة أنا من وادي الدواسر والله ما ظنيت ليش؟ تصدق من وين؟ مو قاعد أقول لك من وادي الدواسر شو فيك حبيبي؟ عواس أنت صدق والله في الكويت ولا في قطر الحين؟ منو أنا؟ يا رجل قرأ عام شيء علي حرام طبعني قاعد أترى على الأغنى أقلع مني أقلع خلنا برا نزل دوم انت شفيك يا عادي انا من الحفر من الحفر شفيك وخر الجوالنا يا مسلم الله يستر علينا وعليك وخرنا انت شفيك ترى صارخت بس شفيك احمد صارخ صارخ بسم بالله لما توخر الى اكبر سيارة تعال يا مسعود والله امزح معاك خلاص خلاص اخطيت اخطيت العقر فيك اخطيت العقر فيك خلاص بعطيه بيت من الشعر
خلاص تعال عوّلت. مش أول ولد راح تسميه إذا تزوجت؟ بسميه هاني. هاني يقول بيجي لجالي ورع أبي سميه هاني. هاني ميه يقول أجالي ورع أبي سميه هاني. هو من قطر هذا اللي يمك مسعود؟ إيه أمانة ويديرة خوالي. هلا والله بديرة خوالي. والله مطر عندنا مطر يا النشامة قاعدة تمطر على الخيمة مالتي. أبى أقفل أبروح أشتري أتشتري بروح أتابع المطر في الحديقة مالتي. ما أقدر أطلع بالحوش يا أصدقاء علشان أنا كيف أقول لكم في عندي مشاهير وايد بتربطون الأماكن. وايد عندي تذكرات أحمد الحيم أروح أجلس بالغابة بالحديقة بس ما أعرف يمكن خواتي جالسين فيها الصج. أنتوا وين جالسين؟ وش هالمكان؟ راح أخذ لكم شقة يعلكم صراع قاعدين تحلبون الداعم الليل ونهار وفي الأخير ساكنين هني. أمبي صج أمبي الفلوس مو قاعد تغير فيكم شيء. حواس ها حمادة أم حلطة أطلع بس من هنا فرة هنا فرة فرة مو طبيعيين تخيلوا. عواس وين بحاجة؟ يا ولد ما حطيت عليه يا ولد ما حطيت عليه انت دائما عندي نية ولا نية. غط راسك بموت. غط راسك يلا بسرعة يا ولد بسرعة. وين ساكنين ما اعرف حبيبتي والله تخيلوا انه يعني مثلا قاعد احلف طول النهار يعني في الاخير ما ليش اجلس هني يا ولد بسرعة خلاص. بعاج عندهم ترى وين لما كان يجنن حقهم. وين بعاجه؟ هذا بعاجه راقد؟ بعد ما حلب وشبع؟ لا انت يمين وي هاللي ورا اقسم بالله انا من مجاعة افريقيا. يا عادي حبيبي شنو بتطلع بتطلع من اللايف؟ ظهر عواس ادعي لي تحت المطر تنفذ. عواس عواس تنفذ تعيدون في الجنة يا رب. عواس تنفذ ها تنفذ أرفع عليك بس حبابي فوزوني على لا يفوز علي هذا الطقوعن. ترى الأحكام الأحكام عند مسعود. من المسعود؟ هذا أوكي الأحكام الأول مسعود الحكم الأول. تعيد في الجنة يا رب وتفطر في رمضان في الجنة يا رب. خل خل الجولة خلصوا عن المكشوف الحكم الأول خلاص انتهي الجولة ايش تبي الحكم دي ادخل اجلدي. والله انا انصدمت انه مري صج غير اقرا يا عم. سؤال سؤال بيني وبين خل خل القبيله خل القبيله على جنب عشان ما تبطي ما بثين. والله على عيني وعلى راسي والله ونعم فيك يا مسعود. والله قاونا عليك سعود ما عليك سعود مرحبا بكم السهلا اول بابا 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 مرجع المحاولة له مع جبل يقول كذا يعطلت هاضي وحنا محنا فاضي لا تدخل مع أحد ما عاد صبحتنا الله يصبحك أنت ويا البلد هنا يا مسعود يا مسعود يا مسعود صار هنا على المسلمين فلان وعلا وين فلان وين علا لا 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 بنقولك على جنب على جنب على جنب يا ولد أنت ضايع أدرك طلعت عصبي مسعود نود والله إنك ما تلامي مسعود عشان كذا إيه خلاص ادخل معنا عشان طيبين والله يا مسعود خلاص رنا ادخل معنا عشان نعرفهم رجع ذا ما هم من نوعيتنا ولا ما من النوع اللي نضحك معنا نسولف معنا الله حطنا في ادخل ساعد شي ساعد شي طيب تعال مش تقصد ايه والله ما بعد مسعودو يا مسعودو سعد علق الله يقلع سمسم صديقي احمد سعد انت 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 وين مسعود تعال مسعود
مسعودوه حبيبي. تعال مسعود. مسعودوه. هاك اللي انت جي. امك. تعال ساعد خويك تعال. تعال. قرصني ينمل الله يلعنه. الشبكة. وتقرصني نمل الشبكة علامة مسعودو. شوف 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 طلع طلع شوف طلع طلع وجه. شباب كيف حالكم؟ والله زين يا سعد رومك. طيبين والله بخير يا قلبي. أحمد جاهز فطور في رمضان. أوه أي والله جاهز والله. أنتم عجز والله ما تصملون. ليه؟ أعرفكم يا رجل. ولا طال عمرك يا زين. أنا من جاء العصر طعم قبل نزين فطورنا ثم الضحى. أحمد والله شوف الآن بقول لك صدق بقول لك حاجة. تدري إني كل يعني كل فترة وفترة أكتشف في أصدقائي شخصيات. تقول إيش؟ ليه؟ أنت يا أخي من النوع اللي يعني اللي تحب الترتيب، تحب تشتغل، تحب تزبط. ليه؟ ليه؟ ليه ما توقع مثلي؟ أنا أحب الكفية تدري؟ غلط يا أخي. تدري تدري والله يا محسن يا أحمد تدري تدري الشخص اللي يحب الاكتفاء ما يروح ديره؟ إيه والله صدق. ليه؟ والله ما تروح ديره يا سعد. لا أنا قصدي اكتفاء بالعيشة. في العيشة العيشة اكتفاء حتى اكتفاءك بالعيشة غلط. أنا بكرة ما ليه يا أنا جوعان بكرة زين؟ أيوه. وماني مشتهي إلا طبخ بيت مثلا أنا ما عندي أحد. طيب أبى أطبخ لعمري وأكل وأنت الموضوع. الله يبقينا في هنجر ستيشن. هنجر ستيشن؟ ضغطة زر يا أخوك هنجر ستيشن عند الباب وكذا. طلبت واحد مع صبح حبيبي. النمل ها احنا منتظر علينا شاهي منتظر علينا قهوة عود بالله. بتسوي لنا شو اسمه بتهب لنا ملعب في رمضان نجيك ملعب والفطور. يا سلام يا سلام والاشياء رمضان انا 10 ايام من رمضان 5 ايام من رمضان انا بصومها عند احمد الحي. يا رجال بخل بخل ما حد سالك. اسلم يا احمد. ما ادري ايش فيه تلقف ذا ما ادري ايش فيه اني اروح بلحقك عواس. اطرد 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 خله خله اطرد 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 تعود من الشيطان. على ثر عواس على ثر عواس اترك عصبي يا ولد. خل هذول عدسنا من مجاملة خلقهم. اعوذ بالله ما تنقرب. تبغى شيء ثاني برحي ما في الخدمه. اطول عمرك. نعم حزامك وعصاك كلمة عصاك. شكرا لك حد يمكن مساعد من راح رجع انا قرصني ما ادري ايش قرصني. رجع رجع سعد الله يقطع. رجع وين هذا عينه انت تحسب انها قست. رجع 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 خلاص يلا خلاص تو حالف اللي قبل شوي انه ما يقلب علي الكلب. خله 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 والله يجنوبي لمحتني الله عليك. ها يا سعد والله ما قلت توقعت انا مسعود كذا. ما توقعت مسعود كذا عصب. رجع انت اخوك 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 طال عمرك زعلان وتحت ضغط. خله انت ايش يا مسعود ايش؟ راح اني عارفني انت وعارف زعلي. والله ونعم يا ابو سالم. اسمع اسمع الف يا احمد على حسابك صاملين انتم ولد. ايه شوف بالنسبه لي انا ايه ابغى قد حولت صح اخرها 6-6-8. اسمع ها بالنسبه لي انا طول العمر والسلامه باخذ لي 5 ايام ولا 10 ايام عند عوالي عرفت. ها عند عوالك ها ان بعدها وين ما تهب هبوك. ها تبغون طول عمر والسلامه ناخذنا ايش اسمه شاليهن في جده ولا شاليهن في الطائف قريب من مكه نلعب الطائره ونضحك ونستانس ونروح نعتمر. ها الله 5000 يا ابو سلطان. شوف 5000 حولها الان مسعود من شعفول. 5000 حولها الان مسعود من
الله الله يجزيك. الله يجزيك. خلاص قدر عنده احمد. انا ما تعرف مني. خلاص باقي عندي. باقي عندي 2500 انا موجوده. احمد يا رجال الله يكتب اجركم حق هذا اليوم. شر والله بسعدك. شر هذا سعد الشهري. فرحتني الله يفرح. ها فرحني الله يفرح انتم كلكم. الله يجزاك. لا اله الا الله. الله السبب دخولكم الجنه ان شاء الله. يا رجال انت من يوم توظفت عند الرجال ذا وانت والله اسمع على مسمى احمد الرحيم. وش تتوقع بعد؟ ابو احمد الرحيم. حظكم بالاجر في ذمتي. احمد الرحيم. كل تبين. طال عمرك. الله يطول عمرك. كلمة يا مرحبا حياك الله. يا مرحبا يا اللي على سعد المره سعد نسوي مشارك. بعض المرات شوف اتحداك اذا ما ضحك اذا ضحكت انا صادق اذا ما ضحكت انا مش صادق اصلا بعض المرات فاهم في امور يحب يتفلسف فيها هو يجيبها مطبقه البوخ ما يدري وين ذي من ذي يحب ضحك سعد اذر مشارك بريال اكح ايوه ريالي ما بالله هو شاركت بين الربع وان شاء الله ان شاء الله ان ريالي ده انه يسوي 10 مليون ريال كذا بشتري به ولاعه وبدخن عشان يجيك ذنوب يعني انت تدخن يا مسعود اسمع اوه ما تصدق تدخن اي يعني تدخن اسمع احمد الكرز البار من سيلفر اللي بدل منوله خلاص سعد شلون فاهم تكلمني عن المراكي مركب قول انت الحين الرجال خلاص الحين شلون لك خبره لك خبره في المركب قول شلون يسرعون المركب ايوه المركب ايوه يا رجال بسيط يا رجال انت يجيبون الابره ويجيبون القماش من الصيد يحطونه فيها طيب يا رجال امون عليك ابو حي طلع ذا الورع وطفه لا سعد خلنا ندقهم كي سعد يلا سكي يا قلبي منشكر عادتنا يلا يا قلبي يلا تم يلا يا سعد يلا حسبي الله يلا يا قلبي شكرا لكم شكرا لكم قبل استراحة اريد طلب الطفيف الطفيف قبل استراحة نقفله الطفيف نقفله مش عارف الان قال يرجع ليش خليته ضج ما عليك عادي سكري يطمر شكرا لكم جعنا من عدمكم نراكم باذن الله في ايام اخرى باذن الله شكرا لكم جميعا السلام يا ويلكم ويلا يلا يا حبايبي مع السلامة ضيف انت وياه